من ضرورات الحياة الزوجية، أن أجعل زوجي، أن أجعل زوجتي حماً محمياً، لا أسوغ لأحد، لا لأبي ولا لأمي. والأب والأم على الرأس والعين ونعمة ألف عين، ولهم كل الحق، ولكن أن يجور على زوجتي غير مسموح، غير مسموح. انتبهوا، ما احنا المشكل العقل المسلم عقل متهتك يا جماعة، كما قلت لكم الأمور عنده غير واضحة، باسم أنه باسم بر الوالدين، إذن يحق لأبي لأمي لأخي لأختي للعائلة أن تهين زوجتي، أن تستذلها، أن تجور عليها، وهي عليها بس اسكتي واتقي الله وبهمش مشكلة أهلية. إيش الكلام الفارغ هذا؟ أي دين هذا؟ أي عادات؟ من قال لكم هذا؟ هذا ظلم، والله هذا ظلم حقيقي، يغضب الله ورسوله، هذا لا يرضى به الله تبارك وتعالى. حما